بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض ان شاء الله الاكسترنال لود. دلوقتي هناخد حاجه اللي اسمها الجرافتي. طبعا في اي كيس ستادي انا ببدا ان انا لسه التاثير الجرافتي بيكون مهمل عندي في الاستادي دي. طيب لو انا عاوز اشوف مثلا الديفورميشن او السيرسز على البارت بتاعي نتيجه الويت بتاعه بدون اي اكسترنال لود تاني، اروح قايل من اكسترنال لود اقول له جرافتي. طيب بحتاج بس ان انا اقول له كده، اعمل كلير سيلكشن هنا، اقول له تاثير الجرافت بتاعتي هيكون نورمال تول اني بلين. مثلا لو جيت قلت له ان انا عاوز نورمال تول الفرونت بلين مثلا، طيب قيمه الجرافت بتاعتي كام؟ هو 9.81 متر على الثانيه تربيع. طيب ده في الاتجاه اللي هو النورمال تول الفرونت بلين. طب لو انا عاوز اعمل برضو الاكسلريشن بتاعت الجرافتي بس في التو دايركشن تاني، ممكن اقول له مثلا ان انا في الدايركشن ده في اتجاه الجرافت بتاعتي الاكسلريشن بتاعك مثلا 10 متر على السكند سكوير، ده في الاتجاه دوت. وعندي في الدايركشن دوت برضو الاكسلريشن بتاع الجرافت مثلا وليكن 2 متر على السكند سكوير. يبقى ضغط ان انا اقول له في اتجاه النورمال تو للفرونت بلين اللي انا دخلتها هنا، او في التو دايركشن اللي انا اخترتهم برضو هنا. وعندي برضو يونتس اقدر اتحكم فيها اذا كانت مثلا انجلش، ان انا مثلا اقول له انش على ثانيه تربيع، او المتريك هتبقى سنتيمتر على ثانيه تربيع. وحديث اوكي، وطبعا اعمل رن للستادي عشان اشوف تاثير الويت بتاع البارت بتاعي دوت على الشيب بتاعه. وبكده نكون انهينا الجزء الخاص بالجرافيك.